السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زو ده open source بلاي جراوند ممكن نستعمله في ان هو يكون لنا صور. طيب خليني اقول له مثلا flying ant. طيب ونشوف هتريك ازاي. طبعا تقدر تختار المودلز من هنا اللي انت عايز صور تطلع منها. فتخيل في ثواني بدأ يعمل لنا كل دول. فاحنا جربنا دي الاي وجربنا دي فلو وجربنا الماتيريال ديفيجن والليتول ديفيجن بكل الضرب بتاعته في ثواني. يمكن ده بس اللي خد وقت لكن الباقي ما خدش اي حاجه خالص وطلع معايا كل الصور دي. فاعتقد التجربه ممتعه جدا. وفي ان انت تكست وصوره يديك صوره. يعني اول واحده كان تكست بس تتحول صوره. هنا لا انا بديله صوره واقول له على حاجه معينه فيبدا ان هو يغير الحاجه ديت.